الله الرحمن الرحيم. مصطفى شعيب، إطار تربوي وطبعا فاعل جمعوي بمؤسسة نبراس. أولا نشكر مجلسيتي على هذه المبادرة الطيبة وهذا التواصل. حقيقة الحديث عن الدكتور العلامة مصطفى بن حمزة حديث قد يصعب ولوجه من جهة واحدة، ولكن سوف أحاول أن أتحدث عن هذه الشخصية التي سجلت حضورها في واقعنا العلمي والثقافي والاجتماعي المغربي بوضوح. سوف أحاول أن أتحدث عن هذه الشخصية من مدخل نراه مهم في مؤسستنا، مؤسسة نبراس، وهو مدخل الحضور الثقافي. حقيقة كثير من أبناء مدينة وجدة كان لنا الشرف أن تتلمذنا على يدي العلامة في الثمانينات في إطار دروسه التي كان يؤتت بها المشهد العلمي بمدينة وجدة، سواء بمسجد حمزة بن عبد المطلب أو بمسجد الأعظام أو بمدرسة البعث. وكنا آنذاك شباب نحاول أن نكون أنفسنا في مختلف العلوم، كما أننا كنا كذلك ونحن طلبة في كلية الآداب في شعبة الفرنسية نتصيد بعض الحصص التي كان يقدمها لطلبة الدراسات في التوحيد وفي المقاصد، وكنا كذلك نحضرها ونستفيد منها. لكن خير الأستاذ العلامة على مدينة وجدة اتسع ليشمل عملا مهما وهو المجال الاجتماعي والمجال الإحساني، ولكن أسجل أن هذا المجال ارتبط بعمل عميق فيما يخص بناء الثقافي، حيث نتج عنه تأسيس مدارس قرآنية ومساجد ومراكز ومؤسسات لها الآن الحضور القوي في خدمة المشهد الثقافي وخدمة التفاعل الثقافي داخل المدينة وبالجهة. إن كنت أتحدث عن شيء فأتحدث ربما عن مسألة نراها مهمة في جمعية نبراس، وهي أنه لا يمكن أن نتحدث عن فعل ثقافي باني دون أن نلتفت إلى الفاعلين الثقافيين. وكما يلاحظ الإخوة المتتبعون لأنشطة الجمعية، فنحن في كل محطة ثقافية تنظمها الجمعية سواء كانت ندوة أو محاضرة أو غيرها نحاول على هامشها أن نلتفت ونكرم شخصية ثقافية بالمدينة أو بالجهة أو على المستوى الوطني. لما لهذه النقطة من أهمية؟ فالفعل الثقافي لا يحمله إلا فاعل ثقافي، وصناعة والاهتمام بهذه النماذج الثقافية هو اهتمام كذلك بالتأثير الثقافي داخل المجتمع. والأستاذ بن حمزة فعلا يشكل نموذجا ثقافيا فاعلا حاضرا في محيطه. هذا الحضور الذي يستجيب لشرطي الفعل الثقافي، شرط الفكري والعمل وكذلك الفكري والعلمي وكذلك شرط الحضور والعمل. وعندما نلتقي مع بعض ضيوف مدينة وجدة في بعض اللقاءات الثقافية، فحقيقة ما يجذبهم في شخصية الأستاذ مصطفى بن حمزة هو
شخصه وسعة علمه، ولكن ما يلتفتون إليه أكثر ويركزون عليه هو حضوره المجتمعي وامتداده وقوة هذا الحضور المجتمعي. كما قلت، البناء الثاني كذلك الذي نراه في شخصية الأستاذ مصطفى بن حمزة هو البناء المؤسسي، فكذلك لا يمكن الحديث عن فعل ثقافي باني بدون بناء مؤسسات ونسيج مؤسسي يحتضن هذا الفعل الثقافي ويوفر له الشروط. وقد كانت للأستاذ ولا زالت له مبادرات مهمة في هذا المجال، نتمنى أن تتسع ونتمنى أن تكثر. ولا نتحدث عن البناء المؤسسي في إطار يعني فقط مؤسسات وبنايات، وإنما كذلك هيكلة هذه المؤسسات وتنظيمها وتشجيع العاملين فيها وتشجيع الباحثين إلى آخره. مؤسستنا مؤسسة نبرس حقيقة على ما أذكر ونحن شباب، كان الأستاذ مصطفى بن حمزة من الذين ساهموا في تأسيسها ومن الذين احتضنوها في البداية، وكان لهم الفضل الكبير في استقرارها. طبعا في السنوات الأخيرة حقيقة الجمعية تفتقد لحضور الأستاذ فيها ولدعمه، ربما لاهتماماته الأخرى ولكثرة أنشطته، ولكن نسجل له هذا السبق في المساهمة في خدمة هذه المؤسسة التي تسلم مشعلها شباب تربوا في أحضانها وهم الآن يحاولون أن يحافظوا على هذا الدور الثقافي الباني لجمعية نبراس في محيطها، إن على مستوى المدينة أو على مستوى الجهة، سواء في شقه الفكري أو في شقه الاجتماعي، لأننا لا نفرق بين الفعل الثقافي الباني بين معرفة وعمل، وإنما نعتبر أن للثقافة مخارج عملية مجتمعية لا بد أن تظهر. إذن كما قلت، ليس لا أجد في يعني في نفسي يعني ما يمكن أن يسمح لي بالاستمرار في الحديث عن هذه الشخصية، ولكن نزولا عند رغبة الإخوة في مؤسسة وجدة سيتي، وحقيقة محاولة كما قلت طرح هذه الفكرة، وأنه لا بد أن تكون هناك مبادرات ثقافية تهتم بالفاعل الثقافي، بالإنسان الذي كان له الفضل في رسم معالم ثقافتنا سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي. وجمعية النبراس سوف تحاول أن تقوي حضورها في هذا الجانب من خلال التركيز على الشخصيات التي نسجت هذا النسيج الثقافي الذي ننعم فيه الآن والذي يلفنا ويحتضننا. وأشكر لوجدة سيتي هذه المبادرة الإعلامية الجادة، وأتمنى أن تتبعها مبادرات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.